السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من مراسلونا في الميدان. وهذه الجولة الإخبارية توقف من خلالها وشبكة مراسلينا في المحافظات الفلسطينية، نتعرف على أبرز الأحداث والفعاليات والنشاطات لهذا اليوم. ونرحب بداية بمراسلينا الذين ينضمون إلينا، بكريستين ريناوي من مدينة القدس المحتلة، عزمي بنات من الخليل، وإسلام الزعنون من غزة. أهلا بكم جميعا. وأبدأ مع عزمي بنات من الخليل وفعالية في مسافر يطا لتوزيع المستلزمات المدرسية على الطلبة هناك، وهذه المنطقة تعاني بالفعل. إليك تفاصيل ومعك أيضا ومع ضيفك عزمي، تفضل. أهلا بك خميس وبكافة السادة المشاهدين. بالفعل نحن الآن متواجدون في مبنى محافظة الخليل للحديث عن المكرمة الرئاسية والتي كانت برعاية السيد الرئيس محمود عباس، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى دعم الطلاب في المدارس المهمشة والتي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية في سبيل تعزيز صمودهم وكذلك إكمال العملية التعليمية والدراسية في المناطق القريبة من المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين في مناطق مسافر بني نعيم ومسافر يطا وكذلك التي تقع تحت سيطرة المستوطنين. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا على الهواء مباشرة عطوفة محافظة الخليل السيد كامل حميد. أهلا بك عطوفة محافظة الخليل عبر برنامج مراسلون في الميدان. نتحدث عن المكرمة الرئيسية برعاية السيد الرئيس، وما الهدف من هذه المكرمة؟ يعني الحقيقة هذه ليست المرة الأولى، هناك اهتمام كبير ومتواصل من السيد الرئيس في المدارس المهمشة، في المناطق المهمشة، في المجالس القروية، في المواطنين خلف الجدار، المواطنين الذين يعانون من الاستيطان قرب المستوطنات. كل هذه المناطق تحظى باهتمام كبير ومتواصل، هي كثيرة وهي متعددة ولديها يعني صعوبات جمة، وخاصة في قطاع التربية والتعليم. نحن نتحدث اليوم عن أكثر من 40 مدرسة تقريبا من هذه المدارس المهمشة في محافظة الخليل. نصف هذه المدارس من الصفيح والتنك، هذه المدارس مهددة بالهدم والإزالة، هذه المدارس مهددة من الطقس، هذه المدارس مهددة من الاستيطان، هذه المدارس لا تحظى بالخدمات البنية التحتية لرفض الاحتلال إيصال الكهرباء أو المياه أو الطرق إلى هذه المدارس، وبالتالي تعيش ظروف استثنائية صعبة. لابد من دعم الطلاب ودعم الأهالي ودعم أيضا الهيئة التدريسية باهتمام كبير حتى يستطيعوا أن يقبلوا على هذه المدارس وأن يتعلموا، حتى لا تروح يعني ما تذهب عليهم فرص التعليم. لذلك اليوم في محافظة الخليل يبدأ هذه المكرمة، هذا المشروع في المحافظة، والذي سيشمل كما ذكرت 40 مدرسة، سيشمل أيضا هناك مجالس قروية، هناك أيضا لا تعتمد الحقائب المدرسية فقط، نحن نتحدث عن ملابس، نتحدث أيضا في مكارم أخرى، نتحدث عن دعم مالي، نتحدث أيضا عن خدمات، أي شيء تحتاجه هذه المدارس ونستطيع إيصاله، لا تمنع سلطات الاحتلال من إنهاء أو إتلافه، نحاول أن نتوصل إلى هذه المدارس وأن نقدم هذه الخدمة حتى يحظى أبناؤنا بالتعليم في مواجهة الجهل الذي يحاول الاحتلال أن يوزعه ويزرعه في مناطقنا المهمشة، وحالة الاستهداف وحالة التي يحاول الاحتلال أن يستهدف فيها أبناؤنا أو يسلب كل فرص النجاح والعمل والحياة في هذه المناطق. لذلك نحن نتوجه بالشكر لفخامة السيد الرئيس وكذلك للطواقم واللجان العاملة من هيئة الجدار، من طواقم التربية والتعليم، من مكتب السيد الرئيس، من قسم المساعدات، اللواء يعني رائد الفارس، كل هذه الفرق تعمل على طبعا في كل الضفة الغربية، ولكن نحن نتحدث اليوم عن محافظة الخليل. شكرا لك السيد كامل حميد محافظ محافظة الخليل، حدثنا على الهواء مباشرة. خميس أيضا نتحدث عن الاعتداءات الإسرائيلية على مستوى محافظة الخليل. بالأمس مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية امتدت حتى ساعات المساء، وكذلك في بلدة سعير شرق الخليل، وذلك بعد الإضراب التي دعت إليه حركة فتح في محافظة الخليل والتي التزم بها المواطنون، مؤكدون على وقوفهم إلى جانب القيادة الفلسطينية ممثلة بفخامة السيد الرئيس محمود عباس. نتحدث أيضا على
بعيد عن الاعتقالات الإسرائيلية فجر اليوم، قوات الاحتلال اعتقلت الشاب خليل أبو حسين 32 عاما وشقيقه حسام أبو حسين 20 عاما، واعتقلت زوجته وهي أم لطفلين، بالإضافة إلى ذلك اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل واعتقلت الفتى مالك عبد الفتاح جوابري 16 عاما واقتادته إلى مركز التحقيق عصيون شمال مدينة بيت لحم، فيما اقتحمت أيضا بلدة بيت عمر شمال الخليل وعبثت بعشرات المنازل وعملت على تحطيم محتوياتها، بالإضافة إلى اعتقال الشاب رفعت العلامي 20 عاما من بلدة بيت عمر شمال الخليل. نحن اليوم في إعداد صدى تقرير عن المكرمة الرئاسية والتي تم توزيعها في بلدة صريف شمال الخليل، وكذلك في مسافر بني نعيم، وكذلك مسافر يطا، وذلك لتعزيز صمود الطلاب كما ذكرت، وكذلك إكمال العملية الدراسية. بالإضافة أيضا خميس ننوه إلى السادة المشاهدين بأن اليوم سوف يفرج عن الأسير محمد القادم من بلدة صريف شمال الخليل بعد قضاء 13 عاما داخل المعتقلات الاحتلال. الزميلة سامي أبو شرخ سوف تعد تقرير إلى نشرات الأخبار السابقة عبر شاشة تلفزيون فلسطين. وغدا أيضا سيتم الإفراج عن الأسير يحيى عاشور. نعم سوف تقوم بالإفراج عن يحيى عاشور من سكان مدينة الخليل بعد قضاء 11 عاما داخل المعتقلات الإسرائيلية. هذا كل ما لدي حتى هذه اللحظة، إليك خميس. شكرك جزيل شكر مراسلنا من الخليل عزمي بنات. نرحب بالزميل محمد الشتية الذي انضم إلينا للتو من سلفيت، والآن إلى مدينة القدس المحتلة تنضم إلينا من هناك كريستين ريناوي. أهلا ومرحبا بك معنا كريستين، ونتحدث هذا اليوم عن سياسة الإبعاد الممنهجة من قبل الاحتلال المقدسيين، وأيضا محاولة إحباط أي فعالية في المدينة المحتلة احتجاجا على إعلان ترامب. بالفعل خميس، يعني الاحتلال يحاول مواصلة التضليل وإظهار العاصمة هادئة رغم أن الصوت يصدع على أن القدس عربية إسلامية ومسيحية، هذا الذي يؤكد عليه المقدسيون والفلسطينيون في مختلف أماكن تواجدهم منذ اليوم الأول لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال أو قضية نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس. وبالتالي هنالك وسيلة من الوسائل العديدة التي استخدمها الاحتلال في محاولة لوأد الاحتجاجات، إنهاء حالة الاعتصام المتواصلة شارع صلاح الدين، حيث نتواجد خميس شاهد على أن أسبوعيا وأحيانا بشكل شبه يومي هنالك وقفات منددة بهذا الإعلان المشؤوم. وأيضا مؤخرا بزيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس إلى دولة الاحتلال. وبالتالي منذ اليوم الأول لإعلان ترامب حتى يومنا هذا أبعد الاحتلال أكثر من 250 مقدسيا، بينهم فتية نساء نشطاء، أبعدهم عن أماكن الاحتجاج تحديدا في شارع صلاح الدين وأيضا باب العمود، وهي المناطق التي تشهد عادة احتجاجات إلى جانب المسجد الأقصى المبارك. الفترات تتراوح من 10 أيام 15 يوما إلى 6 أشهر أحيانا. وبالتالي في التقرير الذي نعده لنشرات الأخبار نسلط الضوء على هذه الوسيلة التي يستخدمها الاحتلال إلى جانب العديد من وسائل كالاعتقالات التي وصلت إلى اعتقال 750 مقدسيا منذ بداية الشهر الماضي، وبالتالي هي وسيلة أخرى، قضية زرع كاميرات المراقبة الملاحقة، محاولة الترهيب، محاولة التركيع التي كلها فشلت وكان مصيرها الفشل أمام صمود المقدسيين وتجذر المقدسيين وإصرارهم على إثبات عروبة وإسلامية ومسيحية العاصمة المحتلة. وبالتالي نسلط الضوء على هذا الموضوع. ميدانيا خميس هنالك اقتحامات المستوطنين الاستفزازية التي تتم بشكل يومي ما عدا الجمعة والسبت تواصلت. من جهة باب المغاربة اقتحم نحو 50 مستوطنا بحات الأقصى، أدوا جولات استفزازية وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. كان أيضا قبل قليل اعتقال مقدسي عند حاجز الزعيم شمال شرق المدينة بزعم أن المركبة سائق المركبة انحرف بشكل مفاجئ عن مساره، وبالتالي تم اعتقال هذا السائق دون وجود إصابات، ولكن تم إطلاق أعيرة نارية في الهواء. في مخيم شعفاط أيضا شمال شرق المدينة كان هنالك اقتحام خميس لقوات الاحتلال، الآن في هذه الأثناء الاقتحام متواصل، تفتيش لمنازل على ما يبدو بحث عن مطلوبين أو حملة اعتقالات جديدة ينفذها الاحتلال.
المدينة على صفيح ساخن، أجواء متوترة بشكل كامل وبشكل يومي، وذلك في أعقاب وتداعيات هذا الإعلان، وأيضا قضية زيارة نائب الرئيس الأمريكي بنس الذي زار حائط البراق بالأمس، الجدار الغربي للأقصى المبارك، وهذه الزيارة التي رفضتها شخصيات وقوى إسلامية ووطنية في العاصمة المحتلة، كما القيادة وكل الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم. من شارع صلاح الدين بمدينة القدس المحتلة، مراسلتنا كريستين ريناوي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. ونحن نستكمل وياكم ونرحب بمراسلنا من بيت لحم الزميل هاني فنون، والآن إلى غزة وإسلام الزعنون. أهلا ومرحبا بك معنا إسلام الزعنون. ووقفة احتجاجية منددة بقرار قرارات الولايات المتحدة بتجميد المساعدات للأونروا، وتفاصيل لديك. نعم، في البداية أهلا بك خميس وبالمشاهدين والزملاء كافة في كل أماكن وجودهم في كل محافظات الوطن. جولة جديدة لمراسلون في الميدان، أبدأها من حيث ما تحدثت به حول الوقفة التي كانت قبل ساعة من الآن للاجئين الفلسطينيين في مخيم جباليا بالتحديد أمام مركز تموين وكالة غوث وتشغيل الأونروا، واحتجاجا على القرار الأمريكي الأخير بتجميد نصف الأموال التي تمنحها أمريكا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وهذا وحول تأثيرات هذا القرار الأمريكي على قطاع التعليم والصحة وأيضا على القطاع الخدماتي والإغاثي لتقريبا 1,200,000 لاجئ في قطاع غزة، أي يشكل لاجئي قطاع غزة تقريبا 25% من مجمل اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الأونروا الخمسة في لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة. أيضا وقفة مماثلة في أمام مقر البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP للأسر الفقيرة التي تم تصنيفها تحت خط الفقر والفقر المدقع في قطاع غزة. هذه الأسر اليوم في وقفتها الثالثة على التوالي منذ بداية هذا العام. هذه الوقفة هي وقفة احتجاجية على القرار الأخير بوقف المساعدات الغذائية المقدمة لهم من البرنامج الغذاء العالمي WFP. هذا البرنامج تم وقفه تماما وبشكل كامل منذ بداية هذا العام. تقريبا 12,000 أسرة منتفعة فقيرة منتفعة من هذا البرنامج، مش بواقع 60,000 فرد منتفع من برنامج الغذاء العالمي، وهو يقدم المساعدات التموينية والغذائية لهذه الأسر الفقيرة. أيضا الأحوال المعيشية الصعبة في قطاع غزة للاجئين والمواطنين في قطاع غزة آل إلى أن يكون هناك إضراب تجاري بين الفينة والأخرى مع بداية هذا العام، ومع إعلان أن العام الماضي هو العام الأسوأ على مستوى الاقتصاد في قطاع غزة، ما آل إلى أن تكون الأوضاع المعيشية غاية في السوء. اليوم الغرفة التجارية أعلنت بالاتفاق مع مؤسسات القطاع الخاص بأن تصاعد الإضراب التجاري خلال الأيام القادمة القليلة حتى إنهاء الحصار على قطاع غزة الذي دخل عامه 11. أيضا أريد أن أنوه أن مركز الميزان لهذا اليوم أعطى إحصائيات أخيرة عن البطالة بين أوساط الشباب في قطاع غزة، حيث وصلت إلى 60% بين أوساط الشباب، وأما بين أوساط الإناث تقريبا 85%، وهذه النسب طبعا هي الأعلى عالميا، وهي أيضا في خضم ما أتحدث به عن الأحوال المعيشية الصعبة. طالما لا يوجد هناك عمل، لا يوجد بالتأكيد هناك دخل للعائلات، وبالتالي يؤدي إلى ازدياد حالة الفقر التي وصلت إلى 46.6% في قطاع غزة، وهي طبعا تتصدر اللوائح العالمية في نسبة الفقر. أنتقل الخميس إلى موضوع آخر حول جولة رئيس سلطة المياه مازن غنام في قطاع غزة، وهو اليوم وفي هذه اللحظات تقريبا يعقد جلسة لتسليم العطاءات و
التصاميم النهائية لمحطة التحلية الكبرى في قطاع غزة، وهي من أضخم المشاريع في فلسطين. هذه طبعا المحطة ستكون بمثابة الحل الأمثل لمشكلة المياه في قطاع غزة، حيث أعلنت التقارير مؤخرا أن قطاع غزة يعاني من شح في المياه، عدا عن تلوثها الذي وصل إلى نسبة تقريبا 97%، تقريبا 97% من مجمل مياه قطاع غزة هي غير صالحة، مش للشرب عفوا ولكن للاستخدام الآدمي حسب ما تم الإعلان عنه خلال التقارير الأخيرة. أيضا بالنسبة للحكومة الفلسطينية، أيضا بالنسبة لقطاع الصحة في قطاع غزة، تم توفير تقريبا 1,000,000 شيكل من قبل الحكومة الفلسطينية التي منحتها لقطاع الصحة لمنح المرافق الصحية برمتها الوقود اللازم لتشغيل هذه المرافق، سيما مع شح الوقود خلال الفترة الماضية، وبالتالي شح أيضا الكهرباء التي تصل إلى المستشفيات كما المنازل تقريبا 6 ساعات في أحسن أحوالها، و12 ساعة قطع متواصلة خلال النهار، ما يزيد أعباء الوقود على المستشفيات ليشغلوا مولدات تستهلك كميات وقود كبيرة حتى تعمل على مدار الساعة. تقريبا هذه مجمل الأحوال والأوضاع في قطاع غزة. خميس إليك. شكرا جزيلا لك مراسلتنا من غزة إسلام زعنون على كل هذه المعلومات والإيضاحات. نرحب بمراسلنا من طول كرم إيهاب الضميري، والآن إلى سلفيت وزميل محمد اشتيال يحدثنا عن منع الاحتلال للمواطنين من سلفيت من السفر على الطرق الخارجية وتخصيص الطرق البديلة. أهلا ومرحبا بك معنا محمد، وتفاصيل لديك في هذا الموضوع. مرحبا بك زميلي خميس وبالسادة المشاهدين. يعني فصل عنصري من نوع آخر يمارسه الاحتلال على طرق محافظة سلفيت من حاجز زعترة شرقا وعلى طول الشارع المسمى عابر السامرة، حيث خصص مسارب خاصة للمواطنين بعيدة عن وسط هذه المفارق، وفي الأغلب تكون شاقة ووعرة ومن بين حقول الزيتون. هذه السياسة المتبعة هي لزيادة هيمنة المستوطنين على الطرق وتوفير الأمن لهم، وفي الوقت نفسه أصبحت هذه الطرق مصائد لأرواح المواطنين. طبعا للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ خالد معالي المختص في شؤون الاستيطان. مساء الخير. مساء النور لكم وللأخوة المشاهدين. أستاذ خالد، يعني خطورة هذه المسارب خاصة على المواطنين الذين يسلكون هذه الطرق البديلة، وفي الأغلب تكون طرق من بين حقول الزيتون، وفي حال المشي على المفارق تكون هناك يعني أحيانا قتل كما حدث قبل أيام على حاجز زعتر للمواطنين الذين لا يعرفون طبيعة المنطقة ويكونون موجودين على هذه المفارق. نعم، يعني تشكل هذه الطرق والمعابر التي يعني يختلقها الاحتلال للمواطنين الفلسطينيين خطر على أرواحهم. أحيانا بعض المواطنين يقتلون على هذه المفارق الطرق أو الطرق الالتفافية، بعض المواطنين أيضا يتم جرحهم أو اعتقالهم بحجة أنهم خالفوا الأوامر والتعليمات. جميع الطرق الالتفافية في محافظة سلفيت وبقية محافظات الضفة الغربية تشكل خطر على المواطن الفلسطيني. الطرق الالتفافية عدا عن أنها استنزفت الأراضي الفلسطينية وموارد الشعب الفلسطيني كما هي المستوطنات والبؤر الاستيطانية، أيضا فإن المواطن الفلسطيني يعاني من هذه الطرق. كثير من المواطنين خاصة من الفتية والأطفال كما حصل يوم أمس لا يعرفون بعض المسارب الصغيرة حول هذه المفارق الطرق والحواجز، وبالتالي يقوم جنود الاحتلال بإطلاق النار عليهم كما حصل يوم أمس في شرق سلفيت عند حاجز زعترة. الطرق الالتفافية بالمناسبة استنزفت محافظة سلفيت، يعني توجد يعني ما يسمى بشارع عابر السامرة استنزف طرق سلفيت وأراضي سلفيت وموارد سلفيت، وكل للحفاظ على أمن وأمان المستوطنين على حساب الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني. المواطن الفلسطيني في محافظة سلفيت
كبقية محافظات الوطن يفقد الأمن والأمان، يفقد مصدر رزقه، يفقد أرضه، كل يوم يستفيق على صوت ووقع الجرافات وحفارات المستوطنين وهي تقوم بتجريف أرضه لصالح بناء المزيد من الشكك والوحدات الاستيطانية، وأيضا لصالح المزيد من البؤر الاستيطانية والطرق والبنى التحتية. يعني سياسة الطرق البديلة والطرق الالتفافية وتخصيص مسارب للمواطنين، فصل عنصري من نوعه، هل هذه السياسة هي سياسة جديدة في محافظة سلفيت أم سياسة مع بداية الاحتلال؟ نعم، هي سياسة قديمة جديدة. الاحتلال هدف منذ يعني إنشاء أول مستوطنة في محافظة سلفيت وهي مستوطنة تارئيل عام 78 يعني سرقة ونهب الأراضي. الاحتلال الآن تقريبا يستنزف ثلثي أراضي محافظة سلفيت، جميع قرى وبلدات محافظة سلفيت تستفيق صباح مساء على وقع أصوات الجرافات. محافظة سلفيت تقع فوق يعني كنز استراتيجي وهو بحيرة الماء أو الحوض الماء الغربي، حيث أن سلفيت تقع فوق بحيرة مياه. المستوطنون يقومون باستنزاف هذه المياه وإعادة بيعها للفلسطينيين بأثمان عالية، وبالتالي جميع موارد الشعب الفلسطيني تذهب لصالح المستوطنين. الأستاذ خالد معالي المختص في شؤون الاستيطان، نشكر لك تواجدك معنا. طبعا زميلي خميس، الاحتلال يعمل كل ما بوسعه لتكريس الاستيطان في محافظة سلفيت بكافة أشكاله، وما هذه الطرق سوى وسيلة من وسائل الاستيطان التي يقوم بها للسيطرة على أراضي محافظة سلفيت. شكرا جزيلا لك مراسلنا من سلفيت زميل محمد شتية، وبتأكيد الشكر لضيفك على كل هذه المعلومات. نرحب بوطن بلاص مراسلتنا من أريحة، وقبل أن نتحدث إليها نذهب إلى بيت لحم وهاني فنون والولجة والهدم هناك في الولجة، اختار بهدم غرفة في الولجة. إليك تفاصيل هاني، تفضل. يا أحمد سامع دخيل. طيب يبدو أن هاني فنون ليس جاهزا معنا بعد. الآن نذهب إلى طول كرم، إيهاب ضميري، أهلا مرحبا بك معنا إيهاب، وماذا في خلفية الصورة حيث تتواجد في هذه الأثناء؟ نعم، تحية لك خميس وتحية للسادة المشاهدين. بالفعل الآن تخرج جنازة الشاب فتحي أبو شنب الذي لقي مصرعه ليلة أمس في حادث طرق مروع وقع بالقرب من مدخل دير شرف إلى الشرق من طول كرم وإلى الغرب من نابلس، حيث هذا حادث السير الذي كان نتاج تصادم ثلاث مركبات، مركبة فلسطينية ومركبتين لمستوطنين اثنين. كما تشاهدون في الخلفية فإن الجنازة الآن على خروج. هذا الشاب الذي كان هو ضحية لهذا الحادث السير الذي أيضا خلف أربع إصابات لشبان، تم نقل أحد الإصابات إلى مشفى إسرائيلي بطائرة هليكوبتر، وأيضا الإصابات الأخرى نقلت إلى مستشفى النجاح في نابلس. لكن هناك حالة من الحزن تخيم على مدينة طول كرم وعلى المحافظة بعد هذا الحادث الذي أودى بحياة شاب يبلغ من العمر 21 عاما، وكما ذكرت هو الشاب فتحي عبد الكريم أبو شنب، وهو طالب في جامعة القدس المفتوحة، حيث كان عائدا من نابلس إلى طول كرم قبل أن يحدث معه الحادث في مركبة كان يستقلها مع شبان آخرين. هذا الحادث أيضا حسب ما أعلنت مصادر إسرائيلية أنه أدى إلى مقتل مستوطنين اثنين، وبالتالي هو حادث سير مروع وقع ليلة أمس. بالفعل كما قلت حالة من الحزن الآن، يعني خلال دقائق ستخرج الجنازة من هذا مسجد زيد أو مسجد البركة كما يعرف، وبالتالي سيتم نقل الجثمان إلى مقبرة المدينة الجنوبية لمواراته الثرى. هذا من ناحية
أخرى خميس. نحن الآن يعني في طول كرم في هذا الوضع الحزين، هناك وضع أيضا من الفرح وأمل للأسرى بخروج الأسير علاء أبو زغيب من مخيم طول كرم الذي أمضى 16 عاما من الأسر داخل سجون الاحتلال، حيث من المتوقع خلال الساعات القادمة أن يتم الإفراج عنه في معبر الظاهرية إلى في محافظة الخليل، ومن ثم سيكون هناك وصولا له لحفل سيقام في مخيم طول كرم بعد 16 عاما من الغياب. الآن الأسير علاء أبو زغيب وهو من أحد كوادر حركة فتح، وبطبيعة الحال هناك تحضيرات على قدم وساق لاستقباله بعد كل هذا الغياب، وبالتالي حالة الحزن كما قلت ترافقه حالة فرح بخروج الأسير علاء أبو زغيب، وهو ما يتوقع أنه سيصل ليلا إلى مخيم طول كرم. هذا بشكل عام في محافظة طول كرم هكذا تبدو الأوضاع. وأيضا هناك فجرا تم اعتقال مواطنين اثنين كما أفادت مصادر محلية، واقتيادهما إلى جهة مع غير معلومة بعدما اقتحمت قوات الاحتلال محافظة طول كرم. هذا بشكل عام ما تعيشه محافظة طول كرم في الساعات الأخيرة. شكرا جزيلا لك مراسلنا في طول كرم زميل إيهاب الضميري. ومن جديد ومرة أخرى نعود إلى بيت لحم وزميل هاني فنون وإخطار بهدم في الولجة. أهلا ومرحبا بك معنا هاني وتفاصيل، تفضل. أهلا بك خميس وبجميع مشاهدينا الكرام. يعني صبيحة هذا اليوم قامت قوات الاحتلال بفتح الطريق الرابط ما بين قريتي العساكرة وبالتعمر، هذا الطريق وهذا المدخل يعني يقسمهما عن بعضهما البعض الشارع استيطاني شرق مدينة بيت لحم، وأغلق قبل 6 شهور، وهو ما أدى إلى يعني إلى حرمان المواطنين من حرية التنقل والتواصل مع المدينة، ويعني سلوكهم طرق أخرى بعيدة حتى يصلوا إلى مدينة بيت لحم. تم فتح هذا الشارع بجهود الارتباط العسكري الفلسطيني وبعد مطالبات عدة من قبل المواطنين والارتباط العسكري كما ذكرنا. أيضا يعني في الولجة إلى الشمال الغربي لبيت لحم بالأمس في ساعات عصر أمس سلمت قوات الاحتلال مواطنا من البلدة اختارا بهدم من غرفة زراعية يقيمها في أراضيه التي يعني عزلها الجدار الفصل العنصري، عزل هذه الأراضي عن امتدادها إلى البلدة، وهو ويهدف الاحتلال من خلال هذا الإخطار الذي تسلمه المواطن أكثر مرة إلى يعني طرده وتهجيره من المكان. يذكر أن هذه الأراضي التي تقع في واد أحمد في منطقة واد أحمد، وهي يعني حولها الاحتلال إلى أراضي طبيعية بغية أن يحولها في وقت لاحق، وكما يعني تهدف المخططات الاستيطانية في المنطقة إلى بناء استيطاني فيها حتى يعني يتم عزل كل الأراضي وأيضا أراضي منطقة دير كريمزان وبيت جالة التي يعني الاحتلال بنى فيها جدار الفصل العنصري وأبقى على قرابة 100 متر من مقطع الجدار لم يقم ببناء هذا المقطع فيها. والهدف يعني الاحتلال بات واضحا أنه سيتم عزل كل هذه الأراضي في المنطقة الشمالية الغربية من محافظة بيت لحم وتحويلها إلى يعني المخططات الاستيطانية والمشاريع الاستيطانية التي ينوي الاحتلال بناؤها في تلك المنطقة. أيضا يعني صبيحة هذا اليوم أو ساعات الفجر الأولى تم اعتقال المواطن يوسف يعقوب حمامدي 40 عاما من مخيم الدهشة بعد اقتحام منزله وترويع وترهيب القاطنين فيه والمكون من زوجته وأربعة أطفال، حيث تم اعتقاله. على إثر ذلك دارت مواجهات عنيفة في مخيم الدهشة أسفر عن عدد من الإصابات بين صفوف المواطنين، حيث أن يعني بات معلوما أن الاحتلال يدخل إلى مخيم الدهشة بقوات كبيرة جدا ليتم اعتقال مواطن أو تسليم بلاغ يعني، وعلى إثر ذلك تندلع مواجهات عنيفة. وهذا يعني أيضا دعيني أشير إلى أن المخيم بات مستهدفا من الاحتلال، وفي كل مرة الاحتلال يعني يطلق الرصاص الحي وينشر قناصته على المباني المرتفعة والمطلة على المخيم، وحيث أنه يسفر ذلك عن إصابات جمة بين صفوف المواطنين. هذه الإصابات يعني منها من تتلقى العلاج حتى هذه الأيام في المستشفيات ويقبع
المواطنون والجرحى خلال هذه الاقتحامات أشهر عدة في المستشفيات، ويعني وتكون حالتهم منهم من حالتهم تكون خطرة ومنهم حالتهم تكون متوسطة، وهذا يعني إذعان احتلالي واستهداف احتلالي نعم. للمواطنين في المخيم. أيضا يعني شرطة محافظة بيت لحم في ساعات الفجر الأولى يعني حالت دون سرقة صراف آلي في المدينة تابع للبنك الإسلامي الفلسطيني، حيث أنه قام عدد من اللصوص باقتلاع الصراف، وفي آخر يعني محاولة لهم لأخذ الصراف في الحافلة تم ملاحقتهم من الشرطة، وحيث فروا إلى المنطقة الشمالية من المدينة ودخلوا إلى القدس من خلال الحاجز الاحتلالي الموجود هناك. علمنا أن بداخل هذا الصراف مبلغ يبلغ 400,000 شيكل تمكنت الشرطة في اللحظة الأخيرة من إفشال عملية سرقة هذا الصراف، وأيضا فرار اللصوص إلى القدس كما علمنا. أيضا يعني في ساعات الأمس وبعد المواجهات التي اندلعت إبان يعني المسيرة والإضراب الذي عم مدينة بيت لحم، قوات الاحتلال اعتقلت طفلين من مخيم عايدة شمال بيت لحم، حيث كانوا متواجدين أمام منطقة المفتاح في والمدخل للمخيم. تم اعتقال هؤلاء الأطفال معتز بداونة ومحمد والطفل محمد، تم اعتقالهم وهم يبلغان من العمر 16 عاما، وتم اقتيادهم إلى يعني معسكر الاحتلال الموجود في المدخل الشمالي لبيت لحم. أشكرك جزيل الشكر مراسل تلفزيون فلسطين في بيت لحم زميل هاني فنون، ونرحب بالزميل أحمد شاور الذي انضم إلينا من قلقيلية. ولكن قبل أن نطلع على تفاصيل موضوع شاور لهذا اليوم، نتوجه إلى أريحة وزميلة وطن بلاص. قوة الاحتلال في الجفتلك تهدم مبنى هناك بحجة عدم الترخيص، ليك وطن ومزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع وهذا الهدم. نعم، بداية أهلا بك يا خميس وأهلا بكافة مشاهدين تلفزيون فلسطين. بالفعل كما تحدثت صباح اليوم هدمت قوات الاحتلال منزل المواطن سامر أبو ذيبان في قرية الجفتلك في منطقة الأغوار الوسطى، وأيضا قامت بهدم 3 بركسات زراعية وحظيرة أغنام في منطقة كرزيليا، وذلك بعد أن اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال صباح هذا اليوم منطقة الجفتلك. يعني هذه ليست المرة الأولى التي يهدم فيها الاحتلال مناطق وبيوت ومنازل ومنشآت في منطقة الجفتلك. فمنطقة الأغوار الوسطى هي منطقة استراتيجية وحيوية يستهدفها الاحتلال بشكل دائم، سواء عن طريق الإخلاء أو عن طريق الهدم. سنتحدث بمزيد من تفاصيل حول هذا الموضوع مع أحد المتضررين هنا، السيد إبراهيم أبو ذيبان، أهلا بك معنا. أهلا أختي. لو نتحدث عن حصيلة الأضرار التي كانت صباح هذا اليوم في قرية الجفتلك. زي ما انت شايفين يعني هدم البيت هذا الموجود له 7 أفراد بسكنوه، واجوا اليوم الصبح قوات كبيره من الجيش وبلش هدم في البيت. يعني يمكن صاحبه له كذا فتره هو بيحاول يعمر فيه، فشو بدنا نحكي حسبي ونعم الوكيل. يعني لو نتحدث ايضا عن استهداف الاحتلال بشكل متكرر لمنطقه الاغوار الوسطى. استهدافات متكرره من تدريبات، اغلاق الطرق، يعني جميع الاشكال يعني بتعملوا معنا فيها. يعني ما يعني بيحاولوا يعني سياسه التهجير. رسالتكم اليوم بعد ما قامت قوات الاحتلال بهدم منزل اخوك اليوم وايضا هدمت 3 بركسات زراعيه؟ رسالتنا انه يعني شايفين شو بدنا نحكي، يعني اكثر من انت شايفين يعني هي رساله واصله، يعني كل شيء واضح على ارض الواقع، يعني مش داعي نحكي شيء اكثر من هيك من الموجود. يعني تحدثت ايضا انه هذا الهدم اتى بدون سابق انذار ولم يكن هناك اخطارات بالهدم مسبقا. لا اعطونا اخطار واحد في شهر 10 ومنها ما كرروها، وبالفعل امبارح كانوا موجودين هم فروا على المنازل وما اعطونا اي اخطار ولا اي انذار مسبق بالهدم. نعم، السيد ابراهيم ابو ذيبان شكرا لك. انا شكرا.
إذا خميس هي سياسة الاحتلال قديمة جديدة تهدف إلى اقتلاع المواطنين من أراضيهم، لكن المواطنون يقابلون هذه السياسات وإجراءات الاحتلال بالبقاء والتمسك بأراضيهم والتجذر على أرضهم. صباح اليوم كما ذكر أحد المواطنين، فقوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية الجفلك وقامت بهدم منزل سكني في المنطقة، وهدمت أيضا 3 بركسات زراعية وحظيرة أغنام في منطقة كرزيليا في منطقة الأغوار الوسطى، وأيضا أقامت تدريبات عسكرية في المنطقة. يعني منطقة الأغوار تعد منطقة استراتيجية وحيوية مهمة بالنسبة للاحتلال، لذلك هو يقوم بشكل دائم ومتكرر باقتحام هذه المنطقة وبإخطار المواطنون هنا بالهدم أو الإخلاء. يعني هذه هي سياسة الاحتلال التي تهدف إلى اقتلاع المواطنين من أراضيهم ولا تميز بين صغير أو كبير. طن بلاصة، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. والآن إلى قلقيلية زميل أحمد شاور. والاحتلال يغلق مداخل قرية عزون، والتفاصيل هذه القضية وغيرها مع زميل أحمد. أهلا ومرحبا بك معنا، تفضل. مرحبا بك وبالمشاهدين الكرام. بالفعل يعني بلدة عزون وبلدة جيوس أيضا إلى الشرق من مدينة قلقيلية تشهدان حصارا إن جاز التعبير لعدة أيام سبقت، واليوم قبل ساعتين من الآن فتحت قوات الاحتلال مدخلا وحيدا لبلدة عزون، وهو ليس المدخل الرئيسي على كل الأحوال، مع بقاء حاجز لقوات الاحتلال على هذا المدخل. المدخل الرئيسي لبلدة عزون ما زال مغلقا بالبوابة الحديدية، أيضا حواجز للتفتيش، حواجز قوية حقيقة تفتش المواطنين وسياراتهم وبطاقات الهوية وكل شيء، تعيق حركة المرور والتنقل بين القرى والبلدات ومدينة قلقيلية منذ 3 أيام حتى هذا اليوم. الليلة السابقة أيضا يعني شهدت بلدة عزون أيضا مواجهات عنيفة، قامت قوات الاحتلال بالدخول إلى داخل البلدة واقتحامها ومحاولة الاعتداء على المواطنين، إلا أن المواجهات منعت هذا الاعتداء. أصيب في هذه المواجهات نحو 7 مواطنين بالرصاص المعدن المغلف بالمطاط، وأيضا كان هناك عديد حالات الاختناق بين صفوف المواطنين المتواجدين في المنطقة وأيضا الشبان الذين كانوا في مواجهة قوات الاحتلال. هذا فيما يخص عزون الذي يعني يتواجد جيش الاحتلال فيها بشكل دائم وعلى مداخلها، وبلدة جيوس أيضا يعني تعاني من هذا الحصار الذي يربط أيضا الطريق بين عزون وجيوس في النفق، هذا يكون عليه جيش الاحتلال بشكل دائم مع بقاء حاجز يعيق حركة المرور بين تلك البلدتين. إذا أردنا التحدث عن الأجواء في مدينة قلقيلية منذ صباح اليوم تشهد أجواء ماطرة وباردة، وأيضا استعداد للمنخفض الجوي العميق الذي حذرت منه الأرصاد الجوية الذي سيضرب البلاد في اليومين المقبلين، تحذيرات كانت قوية وأيضا استعدادات تبدو أنها أيضا شديدة لمواجهة هذا المنخفض، على ما يبدو أن ستكون عطلة يعني شديدة البرودة في مدينة قلقيلية كما باقي محافظات الوطن. أتمنى الدفء للجميع، شكرا جزيلا لك مراسلنا من قلقيلية زميل أحمد شاور على كل هذه الإيضاحات والمعلومات. شكرا أيضا لمشاهدينا الذين رافقونا في حلقة هذا اليوم، من مراسلونا في الميدان أطيب المنى، دمتم بخير وفي أمان الله.